فين أمال ماهر؟ سؤال ناس كتير بتسأله خلال الساعات اللي فاتت، والناس عاوزة تعرف مين السبب في اختفاء أمال ماهر. القصة وما فيها إن في علاقة تجمع الفنانة أمال ماهر بالمستشار تركي آل الشيخ من فترة تقريبا من 2015 أو أكتر. في ناس قالوا إن هما كانوا متجوزين، في ناس تانية قالت بس علاقة حب ومفيش أكتر من كده، لكن من الواضح ان العلاقة دي ما انتهتش بسلام او بخير، لان الفنانة امال ماهر بقالها فترة جامدة تقريبا اكتر من 4 سنين او 5 سنين مش ظاهرة على الساحة الفنية، وتقريبا كل كلامها او الاشاعات او الحاجات اللي بتطلع او الاخبار اللي بتطلع عنها ان في حد متحكم فيها، او في حد متحكم ان هي تظهر او ما تظهرش، او في حد متحكم ان هي تشتغل او لا. فطبعا كل الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت ناس كتير كانت بتسمعه، وفي ناس بتصدقه وفي ناس لأ، لكن اليومين اللي فاتوا دول ناس كتير بقت تتأكد ان في مشكلة كبيرة حاصلة للفنانة أمال ماهر. والمشكلة بالظبط ان في حد تقريبا من جهة حكومية قال ان الفنانة أمال ماهر بتواجه مشكلة معينة، وبيطالب الناس ان هي تعمل هاشتاج او تطلب بظهور الفنانة أمال ماهر، عاوز يكون الموضوع مطلب شعبي أو الناس تكون مهتمة بالأمر علشان الفنانة أمال ماهر تكون بخير. وطبعا بعد ظهور الهاشتاج ده أو الكلام الناس بدأت تتكلمه أو الموضوع بدأ ياخد ترند، صفحة أمال ماهر على الفيسبوك نزلت صور ليها وهي في المصيف، لكن الغريب إن الصفحة كانت عاملة للصور دي إعلان ممول، يعني ان في حد معين عاوز الصور دي تتشاف على قد ما يقدر علشان الناس تتأكد ان الفنانة امال ماهر كويسة. وطبعا الكلام ده خلى الناس تشك اكتر، لان صفحة الفنانة امال ماهر بقالها اكتر من 2 او 3 ما نزلتش اي حاجة، ليه جاية في الوقت ده بالظبط تنزل الصور دي وتعمل لها كمان اعلان ممول علشان خاطر الناس تتأكد ان الفنانة امال ماهر بخير. وطبعا الكلام ده في ناس كتير مصدقتوش وقالت لا ان اكيد كده الفنانة امال ماهر فيها مشكلة ولازم كل الناس تعمل هاشتاجات او تنشر الموضوع وتطلب بظهور الفنانة امال ماهر. ناس كتير طبعا دخلوا على حسابها على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام بيطلبوا او بيطلبوا من الفنانة امال ماهر ان هي تطلع لايف وتطمنهم عليها. الكلام ده طبعا خلال الساعات اللي فاتت، ولسه لحد دلوقتي مفيش اي ظهور او مفيش اي اخبار اكيدة عن الفنانة امال ماهر تأكد ان هي بخير ولا لا، لكن خلال الساعات القادمة باذن الله يكون في اخبار كويسة عن الفنانة امال ماهر وانها تطلع بنفسها وتطمن الجمهور عليها. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.